تعجلوا ان انتوا تسووها من غير ما تقعد في التتبيله، كل ما هتحسوا ان طعم اللحمه ما فيهاش طعم قوي زي ما بتقعد في التتبيله. ابتدي بقى دلوقتي ادخل في العيش بتاعي على طول. انا ما عنديش وقت دلوقتي، بس انا في البيت بتاعي بعمل ايه، باخد كل رغيفة العيش بتاعتي دي كايزر او ايا كان، بحطهم على الطاسه ثانيه كده ياخدوا ريحه النار يسخنوا لو مش لسه جايباه فريش، علشان بس ايه يبقى طعمه سخن كده وحلو. انا بحب يعني التفاصيل كلها في المطبخ تكون واضحه وتكون مهتميه بكل حاجه، ان الحاجه تبقى سخنه عشان يطلع الطعم. يعني حرام اقعد اطبخ كل ده وتبقى حاجه صغيره كده في الاخر ايه ما تظبطش معانا الطعم. اللي بيحبها بقى مهريه، انا كده السوى المظبوط، اللي بيحبها مهريه خالص يسيبها عادي 15 دقايق تاني بنفس الطريقه وهو على الطاسة من غير ما ندخل فرن. وهقول لكم برضو طريقة الفرن عشان لو ناس مش حابة خالص ان هي تعمل الوجبتين دول على النار. هقول لكم تاني عملنا ايه للشاورما، عملنا ايه للحواوشي. عملت الحواوشي نقعت اللحمة بتاعته الاول في كوباية خل، المفروض انقعها ساعة، انا ملحقتش عشان الوقت، فتنقعوها ساعة في التلاجة وبعدين هتجيبوا مية وتشطفوها طبعا من شطفتين لتلات شطفات كويس جدا عشان تنزلوا كل الخل اللي فيها وتصفوها. بعد لما تصفوها كويس جدا هتجيبوا التتبيلة مكوناتها كلها اللي هي كانت زبادي وبصل مطحون، مية بصل مطحونة بحبهان ونعناع، ودي من الحاجات المهمة اللي بتديها الطعم القوي. نعناع فريش ماسترد، ادينا لها كمان شوية خل وليمون وتوم مفروم. كل البهارات دي قلبناها مع زبادي ومع ملح وفلفل قليلين قوي علشان كنا حاطين بهارات الشاورما اللي هي اصلا بيبقى فيها ملح، فقلنا نقلل الملح عشان الطعم ميبقاش حادق معانا. وبعدين صدمناها بقى، رحنا جايبين الشاورما سخنا الووك او الطاسه بتاعتنا كويس جدا وصدمناها صدمه قويه جدا في الاول لحد ما غيرت لونها، ابتدت تغلي كده وابتدى لونها يبقى مش احمر، يبقى لونها رمادي شوية، دخلت درجة البني. رحنا على طول صدمناها، وبعد ما صدمناها زودنا الخضار واحدة واحدة مش مرة واحدة، والبقدونس وشوية من اللية. انا زودت كم مكعب يدي طعم للشاورما بتاعتي، ولو انتوا عايزينها تستوي اكتر زي ما قلتلكم هتسيبوها شوية اكتر في السوى. عايزين بقى مقدار ده يدخل الفرن، هتروحوا جايبين فويل حاطينه في طاسة في صينية فرن قصدي تحت عشان هتقعد تنزل في مية، وهتحطوه فوق كمان وتعملوا ايه. وبعد لما تعملوا كده تروحوا جايبين الشاورما حاطينها في النص ومقفلين عليها كأنها، عارفين ورقة اللحمة، تروح حاطينها كده ومقفلين عليها كأنكم بتقفلوا بوكيه ورد، تقفلوها من كل الجوانب وتدخلوها على 180 تاخد بقى سوا محترم جدا، تتصدم جوه الفرن وبعدين تنزلوا ال 160 بعد ربع ساعة تبتدي بقى تكمل التسوية بتاعتها وتفتحوا عليها تشوفوا نزلت مية، تروحوا جايبين المغرفة تقللوا شوية من المية عشان متقعدش تنزل صوص كتير مع الخضار عشان انتوا حاطينه من الأول، أو لو عندكم بقى وقت في التركيز وعادي ان انتوا تقعدوا تفتحوا الفرن ومش عايزين تحطوا المقادير كلها مرة واحدة، تدخلوا اللحمة تلت ساعة وبعدين تزودوا لها الخضار بعد شوية من السوى علشان ما يبتديش ينزلوا ميتهم الاول، وتبتدوا كل شوية تقعدوا تفرغوا المية اللي جوان، هي بتنزل مية كتير من الخل والتوابل والتتبيلة بتاعتنا مع الخضار بتنزل مية مش قليلة خالص. ابتدي دلوقتي اقدم معاكم الطبق التحفة ده، عندي الشاورما عاملة لها طحينة عشان اللي عايز يرش كده على الوش، بجد يعني طبق تحفة ومشرف لأي عزومة، وعملناه بسهولة. والحواوشي عملناه على الجريل، فرمت معاكم زي ما انتوا شفتوا في أول الحلقة، فرمنا البصل مع التوم مع توابل الحواوشي مع البصل مع الفلفل الرومي، حاجة بسيطة جدا، وحطينا عليها اللية في الجريل ادي الطعم مع السمنة، شوية تركات بسيطة قوي عملناها. عملنا مع بعض حواوشي على الطاسة ما اخدش اي وقت زي ما انتوا شفتوا معايا لحد الاخر، كانت وصفات جميلة وانا واثقة ان الاطفال هيحبوها كمان جدا، لان الوصفات دي بتكون لذيذة قوي في العزومات.
لو حابين بقى تحطوا على الوش كده طحينه او جوه سندوتشات طحينه، كل ده ممكن. بس الشاورما لازم نسيبها على الاقل 6 ساعات تتنقع في التتبيله بتاعتها علشان تبقى طعمها قوي. عملت معاكم النهارده وصفات سهله وما خدتش وقت مننا.